عندنا نقطة الحزن. الحزن خلاص، مهم جدا نقطة الحزن. نقطة الحزن من أكتر الحاجات هتلاقيها منطقة في منطقة الصدر. خلاص نفس النقطتين دول خلاص، بس أنا هحط، بصي أهم صباعي هنا، هو أحطهم في الحتتين النقطتين دول، وشايفة صباعين دول جايين في النقطتين دول، أروح دايس عليهم. يبقى أنا حطيت، بصوا أهي الصباعين هنا أهم، وحطيت دول هنا، كل واحد على حسب حجم إيده. النقطة هتوصلك لوحدها، حجم إيدك اللي هتوصلك. أوكي. يعني ما ينفعش حد يعملها لحد، أنت بتعملها لنفسك. هديني دوست هنا أهو، وهبتدي خلاص. وروح جاية ثلاث نقط دول أهم، برضو على نفس النقطتين هنا، ثلاثة هنا وثلاثة هنا أهم دول. واحد اثنين ثلاثة، برضو أحطهم كده وابتدي. وكذلك هعمل التنفس كذا مرة. خلاص واجي على النقطة اللي هنا خلاص، يا إما أعملها كده خلاص، زي بتاعت اليوجا دي بالظبط. ليه هنعملها كده؟ لو خدتوا بالكم المنطقه عامله زي المثلث. خلاص. يا اما هعملها كده، براحتك، اختار الوضع اللي يريحك. اختاري بس اختاري الوضع يعني واحده. معلش معلش، لا 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 لا. هنا اهو اهو الحته دي هندوس عليها برضو، وهنبتدي نتنفس. يبقى احنا فتحنا النقط اللي في الصدر اللي بيأثر على الرئه وبيأثر على القلب عشان خاطر الحزن. خلاص. والنقطه الاخيره اللي هي في الحته دي اهي في نص الصدر، برضو احط ايدي عليها وابتدي. اوكي ماشي خلاص.